السلام عليكم إخوتي. قبل ما نبداو الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد، ولا تبخلوا علينا باللايك وسوف نستمر به نشر المزيد إن شاء الله. سوف نذهب بفيديو جديد من المتكلم كتائب القسام، يقول بأن المقاومة إنها بخير وأسلحتنا بألف خير. وينشر أهل المقاومة فيديو ثلاثة نساء الذين أسروا من طرف كتائب القسام في غزة. شاهدوا الفيديو ماذا يقولون في رئيس لامين نتنياهو: أنت لست رجلا وأنت خائن وقاتل الأبرياء. شاهدوا الفيديو. لا تقلقوا فالمقاومة بخير. كاين ناس غادي يقولوا لي كيفاش راك تقول المقاومة بخير؟ اليوم دخلوا إلى غزة بريا، وصلوا إلى شارع صلاح الدين، إلى محور الشهداء بدبابات وآليات و و و و. تقول لك أوكي عندك صح. فكيفاش أنا نقول لك بأن المقاومة بخير؟ أولا المقاومة اليوم حتى هما بماكيناتهم داخل قطاع غزة الصواريخ لم تتوقف. ها واحدة، هذا دليل على أنه لم يربك أبدا المقاومة. ثانيا هما دخلوا لمدة نصف ساعة وخرجوا، خلاص هذا دليل على أنهم هما بغاو يبينوا رواحهم باللي دخلوا. دخلوا الداخل سيرا كيما واحدين يروحوا بلايصة شوية كلاس وكاع، يدخل غير نص ساعة يصوروا على سيلفي. هما دخلوا الى غزه داروا شويه سيلفيات شويه فيديوهات وعاودوا خرجوا. قال يقول لي بصح دخلوا تما المقاومه وين راهي؟ انا نقول لك وين راهي المقاومه. اولا هما دخلوا من الجانب الجنوبي الشرقي، من مكان قصفوه قصف رهيب في الاسبوع اللي فات. خلاص نزيدك، المحللين العسكريين ماشي انا نقول، المحللين العسكريين قال لك يا ولدي المنطقة اللي دخلوا منها كان متوقع انهم يدخلوا منها، والمقاومة خلاتهم يدخلوا من تما، لأنه من الصعب أن تجابيهم المقاومة. علاش من الصعب؟ لأنها أرض مفتوحة، يقولوا لها بمصطلح العسكري رخوة أمنية، معناها ضعيفة أمنيا. ما يقدرش جيش يعتمد على حرب المدن والشوارع أن يجابه قوة بجيش منظم بدبابات ومدرعات وكذا وآليات. منطقة زراعية رخوة أمنية. بصح بمجرد أنهم وصلوا إلى شارع صلاح الدين، ومعلاش خير شارع صلاح الدين؟ لأن غزة فيها شارعين رئيسيين يربطوا الجنوب بالشمال بالجنوب. شارع صلاح الدين موجود في الجهة الشرقية، وشارع الشاطئ اللي جاي على يطل على الشاطئ، عبارة سمينا شارع الشاطئ على الجهة الغربية. هما اليوم بغاو يبينوا باللي دخلوا إلى غاية شارع صلاح الدين اللي يعتبر شارع رئيسي، وقعدوا عند محور الشهداء اللي نجم نقولوا يفصل ما بين الشمال وجنوب قطاع غزة، وصوروا وإلى ماركيتو اليوم قصفوا سيارة نقل أمبيوس، وقصفوا سيارة مدنيين. علاش قصفوهم؟ باش وسائل الإعلام تاعنا، وسائل الإعلام تنقل هذا الخبر، وبالتالي نأكدوا بأنهم كانوا تما وقصفوا باش ينتصروا إعلاميا. بصح ياسين 105 فكت لهم الديوان، هما غير حطوا في شارع ضواب ضد الاشتباكات مباشرة. علاش؟ تما صاير غادي يدخلوا في الجبهة الدفاعية تاع المقاومة، تما تبدا حرب الشوارع، تما تبدا حرب المدن اللي هما ما يقدولهاش واللي المقاومة مراهنة عليها. قالوا تما ما قدروش يتجاوزوا 10 دقائق وهما في ذلك المحور. خلاص التغطيه الاعلاميه ما كايناش تما، علاش؟ الرابيتير تي رايتر امبوسيبل يكون كاين تما صحفيين ولا شكل. 10 دقائق لم تتجاوزها الاليات نتاع الجيش الكيان في تلك المنطقه، وعاود جابوا لي وخرج. هو علاش دخل؟ لعده حسابات. كاين اللي قال لك دخل تما باش يشوف ويعطي احداثيات للجو باش يعرف شنو يقصف، وهذه مستبعده لانه الجو عنده رادارات، عنده كاميرات، عنده كل شيء وعنده احداثيات. هذه تاع بروباغندا تاع عمهم الناتن غير باش يبين باللي زعما عنده داير انجاز. المقاومه باش ترد عليه؟ ترد عليه بفيديو تاع الاسيرات اللي شفتوهم اليوم. ما كانش يقارع فيها، ودروه ودروه، راه مودر. صحيح الناتن راه مودر. وراه يحاول انه يجد انتصار يوريه لشعبه. اليوم عائلات الاسرى ما تكلموش مع الناتن. هضروا مباشرة مع بايدن وناشدوا بايدن، تسمى صحيح انت ما راكش معانا، سيبو. ثم راحوا الى سيدك. المقاومه اجبرت الاسرائيليين على ان يناشدوا رئيسا غير رئيس دولتهم المزعومه. هذا انتصار رهيب جدا للمقاومه. ربي ينصر اخواننا في فلسطين وفي غزه، وربي يحرر الاقصى، وهذه ناكد لكم بانها حرب تحرير باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لدى كتائب القسام يرسلنا رساله. يطالبنا بوقف لإطلاق النار. اتمنى يتعب مسبات الدنيا لمشفقات الخطفين.
يقولنا بسبب أنه لما يكن هناك جيش لم يصل إلينا أي أحد ولم يحافظ علينا أي أحد، ونحن مواطنون أبرياء، مواطنون ندفع ضرائب، موجودون الآن في الأسر في ظروف ليست ظروفا يعني نتمناها. يقولون لي نتنياهو نتحمل فشلك السياسي والأمني والعسكري والإخفاق يوم 7 أكتوبر. إذن رسالة من محتجزات إسرائيليات لدى كتائب عز الدين القسام يطالبنا بوقف إطلاق النار ويتحدثنا عن ما جرى يوم 7 أكتوبر ويحملنا مسؤولية ما جرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يقولنا أيضا أنت تريد مع الجيش، يعني يخاطبون نتنياهو، أنت تريد قتلنا جميعا ولا يكفيك المجزرة التي ارتكبتها بحقنا جميعا، لا يكفي عدد الإسرائيليين القتلى، ويطالبونه بتحريرهم، يقولون حررنا حررنا الآن. كما شاهدتم في الفيديو بي أن شعب نتنياهو قال كلمة حق وليس مجرد كلام فارغا. أنا كجزائري أقول للمقاومة كافحوا على أرضكم حتى يظهر المسيح الدجال في الأرض. إخوتي هذه هي حلقتنا اليوم، أريد منكم دعمي في القناة حتى نتفوق بكسب 1000 لي مشترك. تابعونا في الحلقة القادمة.